خمسة اختراعات مجنونة عليك أن تراها. سينيغو، تخيل أنك تشاهد كل أفلامك المفضلة بنظام سينمائي بين يديك. نقدم لكم سينيغو، استمتع بكل أفلامك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بهذا الجهاز ذي الدقة العالية، وذلك في أي مكان بمنزلك بشاشة ثلاثية الأبعاد بحجم 800 إنش على بعد 66 قدم من عينيك، كما أنها مصممة لحماية عينيك ولتعطيك أكثر درجة من الاستمتاع والراحة. تستطيع كذلك أن تتحدث مع أصدقائك وتشاهد البث المفضل لديك، كل هذا بأقصى درجة من سهولة الاستخدام، فيجعلك تتحكم بكل شيء دون الحاجة إلى جهاز تحكم عن بعد. كما تستطيع أن توصله بجهاز البلاي ستيشن لتلعب عليه ألعابك المفضلة، وتستطيع كذلك توصيله بالكاميرا ذاتية القيادة الخاصة بك لترى كل ما حولك، وهو أيضا سهل الحمل والنقل. لا تفوت أي فيلم تريد أن تشاهد بسبب البطارية، فالبطارية طويلة الأمد. حان الوقت الآن لخوض تجارب مذهلة. ماجنتيك نوتس، صمم هذا الجهاز بالاعتماد على تكنولوجيا الثبات والاستقرار. يلتصق ماجنتيك بأي سطح بكل سهولة، يجعل هذا الجهاز من خطك جميلا جدا، وعن الجهة الأخرى من تستطيع مسح ما كتبت وتكتب مرة أخرى. موفيت، هذا هو صالة الألعاب الرياضية المتحركة الأكثر كفاءة الخاصة بك، فهو صغير ولا يأخذ حيز كبير، مما يجعله الجهاز الأمثل للتمرن بالمنزل، كما أنه مرتبط بتطبيق على هاتفك الذكي ليخبرك عن طريق المجسات التي في المقابض بعدد السعرات الحرارية التي تم حرقها. موفيت هو صديقك والمدرب الخاص بك في أي مكان وفي أي وقت، فهو الجيل الجديد من أجهزة التدريب، بسيط وسهل الاستخدام ومناسب في أي وقت، كما أن التطبيق مزود بعدد من الخطط لتوجهك جيدا للنظام الأكثر مناسبة لك. أوكل سيريس بي، في عام 1977 صنع أول جهاز كمبيوتر وقد كان كبيرا جدا. نقدم لكم أوكل، أول كمبيوتر للجيب، صغير الحجم وخفيف الوزن كما الهاتف، ولكن قوي كأقوى كمبيوتر. أهلا، نحن نعمل من أجل مدمني التكنولوجيا، وقد بدأت شركتنا منذ عام 2008 وهي أكبر شركة في هولندا. كان هدفنا هو أن نجعل التكنولوجيا أخف وزنا وأقرب للجميع، ولهذا صنعنا أول كمبيوتر جيب. يزن هذا الكمبيوتر حوالي 120 جراما. هذا الكمبيوتر الجيبي مناسب لكل الناس، ذوي الأعمال الحرة والمسافرين ورجال الأعمال والطلبة.